نشاط توعوي لقيادة شرطة بغداد حول المخدرات وأضرارها وطرق تهريبها، وكذلك الأنواع التي بدأت تغزو شوارع العاصمة. إذ تعمل القيادة وفق استراتيجية ممنهجة للحد من انتشارها، وقد تم ضبط آلاف من الحبوب المتنوعة والتي تمت نتيجة العمل المشترك بين مختلف مفاصل وزارة الداخلية. فعالية للتعريف عن مضار المخدرات وطرق التجار بها والمضار من تعاطيها وتعاطي المؤثرات العقلية بالإضافة إلى المخدرات اللي هي المتمثلة بالحشيشة والكريستال. المخدرات المنتشرة في الوقت الحاضر بمحافظة بغداد، المادة الأكثر انتشارا هي مادة الكريستال، مادة صناعية منتشرة ببغداد بالوقت الحاضر بين الفئات العمرية المختلفة. الأفيون والحشيش أنواع خطيرة من المخدرات بدأت تنتشر في بغداد، لكن الكريستال يبقى أخطرها. أما طرق التهريب فقد تنوعت بين الساعات والكتب والعصا، حتى لعب الأطفال لم تسلم من الأيادي التي تحاول أن تدخل هذا السم إلى عقول الشباب والنساء على حد سواء. أكثر انتشار المخدرات هي مادة الكريستال، هي مادة الكريستال أخطر مادة بالأنواع المخدرات. طبعا هي اللي هسه انتشار مو طبيعي صاير على الشباب المدمنين والمتعاطين، طرق ادخالها عن طريق السواق الأجرة، يطبوها بطريق الألعاب هاي مثلا الدوب أو كلينيس أو خلف المسجل بالدشبول، عدة أساليب استخدموها اللي تجار المخدرات. وبعد الأحداث التي مرت بها البلاد، يرى مختصون إن العراق يتحول تدريجيا من معبر للمخدرات إلى سوق مستهلك لهذه السموم التي تستهدف شريحة الشباب من خلال حبوب تدخلهم في نشوة قصيرة وتذهب عنهم العقل وتضعهم في مواجهة مستقبل مجهول. مصطفى حمدي، قناة الرشيد، بغداد. تعاطي المخدرات وتجارتها